شبابيك مش بس في وراها قصص وحكايات زي ما نقول ديما، لا، في من وراها أو من وراها تفوح، من وراها ريحة الأكل والتطيب الحلو. ديما في شوارعنا وفي أحيائنا اللي عشنا فيها، في يقولوا ريحة حوش فلانة أو شباك فلانة في التطيب تشمه من بعيد، بس اليوم شباك فلان هو اللي ريحة تطيبه فاحت وعبت مش بس الشارع أو الحي اللي هو ساكن فيه، عبت حتى السوشيال ميديا. حنفتحه اليوم شبابيك الشيف سامي الجزيري. شيف سامي الجزيري، أهلا وسهلا بك في برنامج شباك مفتوح. أهلين يا عمار، الله يرحب بك، شكرا لك على الاستضافة هذه، وصراحة أنا يعني فرحان جدا جدا بهالاستضافة هذه. الله يبارك فيك وفي كل الكادر بتاع العمل بتاعكم، إن شاء الله ربي يعاونكم. انت بصراحه من الشيفس اللي عاطين صوره حلوه على المجال هذا في ليبيا على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا، وصيتك جدا جميل، فحبيناك تكون احد ضيوف البرنامج. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، هذه شهاده طيبه منكم ومن كل الناس اللي دعمتني واللي قاعده تدعم فيا. فكره ان شاب ليبي في عمرنا ويخش للمجال هذا اللي هو مجال الطبخ، راهو حاجه مش هينة يا عمار، بالذات في الظروف يعني اللي احنا نمر بها يعني في البلاد. يعني احنا في حالة حرب، ففي حالة الحرب هذه انت الانسان يحاول ان هو يصنع بيئة او يحاول ان هو يعيش. احنا قاعدين توا نديروا فيه كشباب، يعني كأني وهلبة شباب غيري، بس كل حد عنده طريقة. احنا نبغى نعيشه، نحاول ان احنا نرسمه طريق للعيش في الظروف هذه. فالمجال هذا بتاع الطبخ مجال صعب جدا، هو سهل لكن الصعوبية في البساطة. فهي هذه فكرة الموضوع، يعني كل ما تبي تدير حاجة بسيطة وتتميز بها هو هنا الحاجة الصعبة. ممتاز جدا، طبعا حنتعمق في هالتفاصيل أكثر وأكثر. في البداية حنمشي معاك لأول شباك، وهو شباك المهنية، اخترنا نكون اليوم أول شباك. تمام، حلو. كمهنة مستعد؟ مستعد. لا حنسألك أسألك، أصبر شوية. تمام، سؤالي الأول ليك هو مهنة شيف أو طباخ في اللي يقولها في ليبيا، ضايق فيك كلمة طباخ أو شيف؟ لا، أو تفضل شيف، لأنني واخذ الفكرة بفكرة إن فن الطبخ، فهو طبخ يعني فن، يعني هو يعني حتى في علم الاستاتيكا اللي هو علم الجمال يعتمد عليه ثلاث أسس اللي هم الذوق والفن والترتيب، ويعني هذم كلهم يعني. فأنا واخذ الطبخ بصفة عامة إنه هو فن، فحتى لما تقولي كلمة طباخ يعني ما فيهاش فرق عندي ما بينها وبين كلمة الفنان يعني. طيب حلو. طيب في 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 جانب نجاح مشروعك ونجاح المهنة اللي أنت امتهنتها، في هلبة ناس تتسهوك تتنمر في ليبيا على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا بخصوص المهنة هذه، شين أكثر حاجة تضايق فيك من الكلام اللي يقولوا فيه؟ هي ما فيش هي مش نقطة إن هي تضايق فيها، بس نقطة اللي لما ننزل حاجة يقولوا والله ما توقعتكش ولد اللي مطيب هيكي. فهذه الفكرة اللي أنا سمعتها هلبة، يعني أول ما بديت ننزل وهيكي تاع أوه ما شاء الله، بعدين يقولوا ما توقعتكش ولد. لكن أنا نحب نبين للناس المطاعم الكبيرة يا عمار، المقاهي، محلات الحلويات الكبار، هذين بيخدموا فيهم كلهم شباب. فمش حاجة غريبة إن لما نلقوا ولد في مجال الطبخ يبدع، يعني أنا مش يعني حتى أنا يعني حاجة حلوة، أنا مركز على ماكلتنا الزمنية زي ما تقول، نزل كفتة مثلا، رز كسكاس، الوجبات هما اللي إحنا تعودنا إن إحنا ناكلوهم من أمهاتنا من حنانينا، يعني الحاجات هذه إحنا في العادة متعودين ناخده فيها زي ما تقول من الأم أو من العيلة. فجيهم الصدمة متاع أنه ولد وفي عمرك وطيب في حاجة، يعني طيب في مسكي، فهي هذه بس الحاجة الوحيدة اللي يعني بس يعني ديما يعني يجين عليها ملاحظات هلبة. هزولك ثقتك في نفسك يوم من الأيام؟ لا مش هز، لا لا لا، فكرة ان هم يهزوا لي ثقتي، لاني يعني نحب الماكلة، فهمت كيف؟ فممكن ان حبي نيل الماكلة يوصلهم لما يشوفوا الصورة او حتى في ناس اللي تذوق، فممكن توصله الفكر فيني يعني. بس احنا في كل مجال في ليبيا في الناس اللي تنتقد نقد هدام وبدون معايير، يعني في كل المهنات، حتى مهنة المذيع، حتى مهنة الـ أي مهنة في ليبيا. ففي اللي يقولك مثلا كيف ولد والطيب، باستهزاء مثلا. ايه باستهزاء يعني،
هنا يا عمار بيتيتك هي اللي بتحكم فيك، أو التربية كيف بتحكم فيك بطريقة الرد. هنا لازم الإنسان يتوقع أنه هو بيتعامل مع جميع فئات المجتمع، فلازم هنا يكون عندي أنني نعرف أو يكون يعني هذه تعتمد قلت لك على البيئة الأولية اللي هي على التربية. يعني لازم إحنا ما نوسع بالنا، ففي مرات من الناس صح تعطيك مثلا نقد بغير دراية، يعني أنت لما توضح له توضح له مثلا وجهة نظرك وتشرح له الفكرة، هو بروح يقول سامحني آسف أني كنت فاهم الفكرة هذه غلط. فلازم أنا نتريع في الرد متاعي، يعني في طريقة الرد متاعي، ونستقبل أي تعليق يجيني، لأن في مرات تعليقات بتفيدك صح تكون حادة لكن بتكون لمصلحتك. فالإنسان لازم مسؤول يعني يسقل نفسه، حتى لو كان مثلا تعليق قاسي أو هيك لازم يضبط أعصابه ويمتص الغضب متاعه. ممتاز. لو كنت مش ليبي كنت حتنجح أكثر في هالمجال؟ والله هي فكرة ليبي أو مش ليبي، يعني أنا في حتى ما شاء الله هلبة ناس، يعني حتى احنا يعني مطبخنا الليبي مطبخ يعني عالمي، يعني مطبخ زي ما نقوله تاريخه كبير، يعني لو نجوا نشوفوا حتى للمبكبكة، فهمت؟ يعني مكرونة المبكبكة هي مزيج يعني من الحضارات، يعني زي ما تعرف ان مكرونة حتى زمان يعني كانت تجينا من إيطاليا ومن الرحلات هذه، يعني نلقون حتى تأثير الماكلة بتاعتنا متأثرين حتى بالثقافة الإيطالية. وكانوا طبعا ليبيا معبر ما بين افريقيا وما بين اوروبا، حتى يعني للدباير وللحاجات هذه. فهي زي ما نشوفوا مكرونه المبكبكه خليط فيها الدباير وفيها الباستا وفيها هيك، فنقول حتى المطبخ الليبي هو مجموعه من المطابخ. ففكره اني ني ليبي او مش ليبي في المطبخ او في الطبخ ما نحسش فيها ان هي مقياس او معيار، المهم انك انت تكون تحب الماكله والنفس طيب، فحتنجح في اي مكان. لو رجع الوقت للماضي ما كانش في سوشيال ميديا وتسويق على الانستغرام بهالشكل هذا، واللي ممكن ساهم في نجاحك بشكل كبير، هل ممكن تمتهن المهنه هذه زي زي, زي 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 ما كانوا ممتهنينها قبل، اللي هي الطبخ في الاعراس؟ يعني مثلا يجيبوك كشيف للاعراس، مش زي توا مثلا صاحب مشروع ناجح على السوشيال ميديا وحتى عندك مشروعك الخاص، هل ممكن تكون تمتهن المهنة هذه اللي هي بس في الأعراس وفقط، ولا تشوف فيها إن ممكن ما كنتش حديرها لو ما كانش في سوشيال ميديا زي توا؟ بالضبط، فهمت فكرتك. طبعا أنا حتى يعني السوشيال ميديا على فكرة يا عمار، أنا لو أنت تلاحظ يعني أنت تتابع فيها تلاحظ أنني بس يعني المدة الأخيرة كيف يعني خشيت على السوشيال ميديا يعني بطريقة كبيرة. أنا نشتغل من 2013 ومن 2014، بس ما كانتش زي توا هيك يعني مفتوحة، يعني ما شاء الله يعني ساهمت هلبة وهلبة هلبة في هلبة ناس دعموني من السوشيال ميديا، استفدت منها على الصعيد الشخصي أو المهني. فالحب الطعام يعني من زمان، من أنا كنت صغير هيك، يعني حتى كانت في المناسبات متاع العيلة كنت نخش مع نسوي إخوالي مع العيلة هيك في التطيب، فكان عندي فيه جوستو فكنت نحبه يعني التطيب يعني هلبة. فممكن أن نقلة السوشيال ميديا خلتني يعني تفتح لي عيوني أو تخليني أتوسع في التفكير، يعني أعطتني مجال أوسع في التفكير. مهنة الطبخ أو الشيفز اليوم خشوا عليها هلبة في ليبيا، في هلبة منافسين ليك، المجال هذا المنافسة فيه نظيفة في ليبيا في طرابلس؟ هو في أي مجال يقول لك فيه هكي وفيه هكي، لازم تلقى الحبيب وتلقى العدو. فديما الإنسان يحاول إن هو يكون في ياخذ يعني ترسم، يعني أنا مداير يعني زي ما مداير أنا رسم خط لي ماشي، يعني حاط حتى في طريقة التزيين في الحاجات متاعي، يعني حتى في قلت لك طريقة التزيين المكونات معتمد على البساطة ومعتمد بلاين معين، يعني نحاول نتبعد على أي حاجة ممكن إني أنا يوما من الأيام مثلا قلد فلان أو تكون شبيهة بحاجة فلان، لأن أنا ما نبيش نخسر حد من أحباب، يعني حتى سواء في المجال هذا ما نبيش نخسر حد، ولا نبي يقولوا مثلا سامي قلد، فنحاول إني نرسم خط خاص بي نمشي عليه ويعجب الناس، وبس يعني بكل بساطة نحاول إني نقدم حاجة بسيطة وتكون محبوبة عند الناس. طيب سامي، مهنة الشيف والطبخ اليوم في ليبيا خشوا فيها هلبة منافسين، وبدت من المشاريع اللي يلجؤوا لها هلبة أشخاص في طرابلس وخارج طرابلس، هل المنافسة في هالمجال نظيفة؟
فهمت عليك. في كل مجال يا عمار في المنافسة الشريفة والمنافسة غير شريفة، فأنا هذا اللي نحاول نديره، أنا نحاول نتبعد إنني نقلد شخص أو إنني نزعج شخص، يعني حتى أنا نحاول إنني ما نزعج الناس اللي هي في نفس مجالي. فالفكرة الحلوة أن إحنا هنا في ليبيا مش راهو السوق راهو مش كبير هلبا يا عمار، انك مرحلة يعني كمنافسة كبيرة لا، السوق الليبي بالذات في الحاجة هذه ما زال عطشان، يبي محتاج كوادر وراهو عندنا راهو هلبا كوادر، بس مشكلة ليبيا زي ما قلت انت ما فيش الحافز الكبير ان هي تحفز هلبا شباب ان هم يخشوا للمجال هذا. لكن انا نحاول نتباعد على التقليد او هيك، نحاول اني نرسم خط خاص بي، يعني حتى لما من ناحية حتى الحاجات اللي نقدم فيهم نحاول نقدم حاجات جديدة، حاجات مختلفة، حاجات بسيطة، أو أي حاجة تكون فيها بصمتي. ما نحاولش أني ندير حاجة أخدمها غيري أو نركب زي ما تقول على مجهود غيري أو تعب غيري أني ناخد حاجة، لا، فأنا نحاول ديما أني نبتكر، ديما نطلع حاجة جديدة، حاجة جنينة يتقبلها السوق وتكون حتى مريحة للعين يا عمار، يعني يقول لك العين تاكل قبل الفم. فحتى لما نحاول نقدم حاجة جديدة تكون حاجة بسيطة مريحة حتى في العين في الشكل الطعم، فأني هذا هو اللي قاعد نخدم عليه هلبا ومازال نبي نطور نفسي فيه أكثر. ممتاز. طيب تقييمك بحكم أنك شيف وناجح في المجال، تقييمك للمطاعم الليبية والمقاهي الليبية اليوم؟ مطاعمنا الليبية طبعا شو بنقول لك يا عمار، في يعني في انفتاح كبير، في يعني هلبا مقاهي فتحوا، لكن الفكرة يا عمار سر أو سر نجاح أي مكان اللي هي الاستمرارية. بس احنا هنا في ليبيا فكرة الاستمرارية لا، يعني ممكن يفتح مطعم جديد أو مقهى جديد بشيف بستاف كبير، لكن الفكرة أنه بعد سنة أو بعد شهور يتغير الستاف بتاع المكان هذا، وهذا شيء يقل المستوى بالضبط. هذا طبعا بيأثر لك على جودة الأكل وعلى هيك، فهنا هذه مشكلتنا احنا كليبيين ما نراعوش في الجانب الإنساني أو هيك. حتى إحنا يعني كعمالة يعني كبيرة يعني عندنا نقص في العمالة ككوادر ليبية ما تتوش في مكان، هذه الفكرة، إن حتى لو في مكان ما فيش حد يثبت في مكان، مشكلة الظروف الوقت الحرب. لكن الحاجة يعني كتقييمي ليهم إن أي مطعم ينجح في ليبيا أو فيهم عدة مطاعم ناجحين بدون ذكر أسماء، فكرتهم أنهم هم استمروا وكان مول المول هو الموجود في المطبخ أو كان هو يعني واقف قيم على المكان. فأنا يعني نتمنى أن أي حد بيفتح مشروع أنه هو يوقف عليه رزقة أو على المطعم متاعه، حتى رأي الزباين لازم حد يوسع باله مع رأي الزباين، لكن إحنا هنا مشكلتنا ما نتابعوش، يعني فكرة المتابعة. لو شخص افتح مثلا أي مطعم أو أي حاجة نتمنى أنه هو يتابع المشروع متاعه، لأن حتى في الإدارة تخطيط تنظيم توجيه متابعة، يعني هذه من الأساسيات الأربعة متاع الإدارة، فهذا إحنا كنا مشينا بيهم القواعد الأربعة هذو، أكيد حينجح المشروع متاعه ويستمر على نفس المستوى. طيب هل ممكن سامي لو نعرض عليك مبلغ كويس تشتغل شيف عند عائلة؟ كشيف خاص؟ خاص هذه لا، كشيف خاص لا، يعني يبدأ عندك التزام مثلا وجبة غداء وجبة عشاء أقل حاجة عند الناس هادو أو عند الشخص هذا. فهمت عليك عمار. أنا شخص يعني واخذ مجال الطبخ أو فن الطبخ يعني بقوسته كجو، فمش واخده هو ك يعني مصدر رزق يعني يعني ثابت ومخليه لا، أنا نحب يعني المجال هذا، يعني مش واخده هو كبزنس وكفلوس، يعني لا، أنا واخده من الجانب الفني، نحب أنني نبدع في مجال الطبخ، فنحس روحي أنني بنتقيد لو خدمت مثلاً حاجة زي هيك لا، أنا نحب مثلاً خدمة الطلبيات زي ما تقول، خدمة المناسبات، البوفيهات، الحاجات اللي تكون فيها أني أكتف مع الناس، يعني نحب أنني نطلع مع الناس، ناخد رأي الناس وبحرية أكتر. بالضبط، نحب أنني زي ما تقول نتعامل مع الناس هلبة، ما نحبش أنه غير مجرد أن نطيب 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 حاجة جنينة ونهاية الشهر ناخذ مقابل وتم الموضوع. فأنا واخذ الموضوع أنه هو كفن، مش كواخذة ك يعني مال بس، يعني من ناحية الفلوس أي مداير مشروع صح يهمني أني نخدم ويجوني فلوس، إن هذا مصدر رزقي يعني الوحيد أكيد أكيد هذه. لكن حتى مصدر رزقي من حول يعني في جوانب تانية حلوة في الحياة، ما نحاولش أن احنا نتغاضوا عنها أو نفوتوها من أجل المال بس يعني. فهمت عليك. طيب قبل ما نسكروا باب المهنية وناخدوا فاصل، بما أنك حكيت على المشروع والدخل، فحاب نسألك قداش متوسط الدخل من الشغل اللي يدير فيه سامي تقريبا شهريا؟
تمام تقدر تجاوب عليه ولا لا؟ سؤال حلو، هما سؤالين طبعا الناس ما تحبوهمش، قداش عمرك وقداش معاشك؟ تمام بس اكيد في فضول يعني يعرفوا الناس. فكرة الخدمة هذه يا عمار شو نسمع موسمية، يعني ممكن أنا ما نخدمش في مجال حكومة مثلا تاع كل نهاية شهر ينزل لي مثلا مرتب 700 أو 1000 جنيه. أنا يا عمار نخدم زي ما تقول مرات يجيني بوفيه، مثلا يجيني بوفيه ب 3-4000، مرات في الشهر يجيني بوفيه واحد، مرات نقعد زي الظروف الحالية هذه، أنا من 3 شهور شبه من بداية أزمة الكورونا موقف بالنسبة للشغل وحتى للطلبيات. بالضبط موقف، يعني أنا شبه أنا أدخل ما عادش في دخل، يعني أنا قاعد نصرف في المخزون، يعني فهمت أكيد. فخدمتنا هذه مش معتمدة على الدولة، فصعب أني أنا أعطيك دخل رقم معين. أيوة رقم بس معين. كويس يعني عرفنا، يعني عرفنا على الأقل السعر الطلبية أو سعر البوفيه عندك قداش، وزي ما قلت أنت هذا موسمي، مرات يكون في نجاح أكبر من هيك ومرات يوقف الحال زي توا. بالضبط، هي من ناحية حتى المهنة يا عمار أنا حاولت يعني شني طبعا درت لوجو خاص بي، هذا طبعا واحد من الحاجات يلي حققتها وأنا من زمان، يعني من أول ما خشيت في المجال يعني بتاع الطبخ، وكان خاطري أني ندير بصمة خاصة بي. خدمت اللوجو بتاعي اللي هو طبعا الطاقية بتاع الشيف وفيه برج الساعة وكتبت عليه اسمي، طبعا اللون بتاع اللي هو الفستقي، طبعا الفستقي عشقي لأنني بتاع الفستقي، فحاولت اني زي ما تقول نرسم هوية ليا، ومن هنا يعني حتى لو نخدم طلبيات او اي حاجة نحط فيهم تحت الشعار هذا، يعني حتى هم لو ما عرفوه سامي ممكن يشوفوا الشعار يعرفوني. يزبط سامي، حنطلعوا فاصل قصير، سكرنا باب المهنية، وبعد المهنية حننتقلوا لشباك الطفولة، خليك معنا. رجعنا معاكم من جديد ومكملين في شباك مفتوح، وهالمرة حننتقلوا مع الشيف سامي الجزيري لشباك آخر، وهو شباك الطفولة. سامي مستعد؟ مستعد يا عمر. يلا حنمشي للطفولة، كيف كان شكل الطفولة عندك؟ طفولتي طبعا زي طفل متربي في أسرة، بس الفكرة أو الميزة اللي ميزت طفولتي أن الوالد طبعا فنان يا عمار زي ما تعرف، أنني ابن الفنان محمد الجزيري رحمة الله عليه، وعمي اللي هو عبد السلام الجزيري سلام قدري، فكانت طبعا أسرة فنية يعني متربي، يعني حتى الطفولة يعني كان الوالد ديما في العشية طبعا يجيب في العود، وكانت فيعني زي ما تقول البيئة متاعت الطفولة كانت مليئة يعني بالفن، فهذه حاجة واحدة من اللي حفزتني أنني في يوم من الأيامات كيف نعبر على نفسي يعني بصيغة الفن، بس أما مجال يعني طريقة الفن، فهو مشيت للفن اللي هو متاع الطبخ. فطفولتي كانت حلوة جدا يعني بسيطة، كنت ديما نحب نلعب بالطين، كنت ديما نحب نشكل الرسم، حتى هو كنت ديما نحب نرسم، فكنت ديما يعني من الأطفال متاع كنت مقسم وقتي متاع نحب وقت القايلة هيك نلعب بالألعاب بالطين بالرسم، العشية هي اللي نخلي فيها لهياجة، لأن ربيت عارف في حوش عندنا القايلة متاعت الساعة 2 تبدأ القايلة متاع معاش في حس لصلاة العصر، فربينا في القايلة الأولى هذيك زمنية متاع لا القايلة هذه بتاع بوك بيرقد، فلازم لازم تكون هادي وتشغل نفسك بحاجات ممكن موجودة في الحوش. بالضبط، يعني تلعب ترسم وهيك، وكانت باقي العشية هي اللي فيها لهياجة وهيك، فكانت طفولة يعني الحق جميلة جدا. حلو حلو، احنا طبعا اغلب اهالينا وعائلاتنا ربونا يقولوا لنا هذه الحاجة غلط وهذه الحاجة صح، ولكن الاساليب كانت تختلف، عائلاتنا زمان ما كانش عندها الوعي الصحيح بالاساليب الصحيحة، يعني ممكن في ناس الاب والام يقولوا لهم الحاجة هذه غلط ولكن بالضرب، مرات يقولوا لهم الحاجة هذه صح او غلط بالترهيب والتخويف النفسي. لما كبرت سامي، وطبعا اكيد اهلك ربوك بالطريقه الصحيحه، ولكن هل في اساليب زمان استخدموها كنت بديت تقول لما كبرت ان الاساليب هذه كانت غلط، صح في مصلحتي ولكن كانت ممكن تكون بطريقه افضل، وهذا مش ذنبهم زي ما قلت لك، لان كل عائلاتنا ما كانش عندهم الوعي الموجود عند الاوروبيين والناس اللي هي تعلم في التربيه الصح، يعني كل عائلة تشوف بمنظورها الخاص، فكان في حاجات مثلا لما كبرت قلت كانت خاطئة الطريقة متاعهم؟
ولا لا؟ هذا يا عمار نرجع لنقطة اللي هي البيئة أو اللي تربوا فيها الأهل أو البيئة الأولية. زي ما قلت لك أنا يعني الوالد كان فنان فهو كان يعني يسافر وكله يعني كانت فكرة حتى أبوي منظورة للأطفال يعني طبعا فكرة تانية زبطة متاع هو كان يحب إنه هو أعتمد على نفسك يعني كان عنده هو فكرة الاعتماد حتى لما كنت يعني ما فيش حد فينا ما يغلطش يا عمار ما فيش حد فينا ما كانش يطلع مثلا ولا يمشي ما تتحصل فلوس تطلع القايلة من غير علمهم تمشي للدكان وهيكي فمثلا لما هيكي مثلا تصير الحاجات هذه فهم ما كانوش يتجهوا للضرب فهم كانوا ديما يتجهوا لأن هم ما يكلموكش انت اللي درت هذا انت يجي مثلا هذه طريقة يعني انت هيك طلعت انت علاش طلعت فهمت كيف يعني حتى مثلا كيف تجيب بطاطا ولا حاجة تقولهم هاك خود ولا شيء ما ياخدوش مني انت علاش طلعت انت هذه اللقطة اللي درتها مش مزبوطة فكنت راضي على كل الاساليب اللي هم استخدموها معك وانت صغير بالضبط لان يا عمار حكم ان ما كانتش زي ما تقول ما كانش في العيلة الكبيرة متاع لا كانت يعني كنا يعني عيلة باهية يعني ملمومة و كل شيء قدامك زبطة متاع لو بدير حاجة غلط هيكي فكل شيء باين يعني حتى في أسلوب التعامل أو في الطريقة أو هيكي فأمانة يعني كانت حتى الفترة هذيك حتى لما نغلط فما كانوش يعني يستعملوا في وسيلة الضرب هذيك لا متاع ممكن التهديد فهمت كيف متاع سامي لو درت هيكي راهو مش كويس متاع زبطها كيف متاع أنا من نوعيتي ما نحبش اقتلني ولا تستكردني مش حد يستكردني فهذا كان الأسلوب اللي ممكن استخدمه معك. طيب أكثر حاجة كمل إيه فممكن أنا لو ندير حاجة مثلا نعرف إن هم بيتضايقوا منها ومش هيكلموني تاع لا حاول سامي إنك أنت ما تدير شكي فهمت يطلق يعني كن دير أكثر حاجة كانت مؤلمة في طفولتك أو مشهد حاجة كانت كان مؤلم في الطفولة والله يا عمار ما حادثة موقف صار لك في المدرسة في الصحاب في الشارع لا ما تعرضتلهاش في الطفولة ممكن في فترة المراهقة هي اللي صار لي موقف زي هيك يعني اللي هو طيب. موقف مؤلم جدا جدا اللي هو أكيد وفاة الوالد يا عمار يعني أكيد من أكثر المواقف المؤلمة بالذات لما أنت تكون في عمر صغير فاستقبالك يعني للأخبار سيئة مزية لما تكون يعني تكون نسبة الوعي عندنا أقل حتى نسبة أنك أنت مازال ما اكتملتش عاطفيا أو عقليا هيك أنك أنت تستقبل صدمة زي هذه فممكن هذه من أكثر المواقف المؤلمة اللي نحتاجه سنوات باش نحن نتعدوها أو نقدروا نحن نجتازوا فترة زي هذه أو موقف زي هذا أنا على فكرة يا عمار موقف زي هذا تناقشتني وصديق لي حتى هو أبوه توفى فتناقشناه راه من حوالي سنة فاتت باش فتحنا الموضوع متاع هذا وهدرزنا في الأحداث اللي صارت أو في الموقف اللي صار وكان نفس الموقف يعني هو مر بي يعني كانت الفترة هذيك باش أني توا كبرت باش قدرت نستوعب الموقف اللي صار هذاك وكيف استقبلت أني الصدمة وكيف كانت يعني تأقلمت معها بشكل أكبر في الفترة الأخيرة صرحت يعني طيب. الموقف هذا إيه قمة السعادة وانت صغير شن كانت لما سامي كان في قمة سعادته أو مرت عليه مراحل أو مواقف أو أشياء كنت في قمة السعادة شن كانت قمة السعادة وانت طفل صغير عندك أنت وين طفل والله يعني مواقف هي طبعا وانا صغير ما تضحكش علي كنت طبعا احنا من الصغار اللي تربينا على الشقاقة يا عمار باهي كل ما جيل هذا أيوة فكانت عندي شقاقة صغيرة تمام فكل ما توصل شهر ونص شهرين كنت نكسر فيها ونمشي للمحلها من أول ما طلعوا متاع الألعاب متاع نيو بوي بالحاجات هذه وهيكي فكان بجنبنا في محل فكنت نشري يعني فكنت طول ما أنا ماشي مثلا يبعتوني للدكان ولا حاجة هذاك الربع جنيه الخمسين قرش اللي تفضل يا مات كان مصروفنا ربع كانت مصروفنا ربع جنيه فكنت نلقط فيهم وكنت نشري في العاب يعني انا متعود من صغير نلقط ولا هذوك المراحل يعني هذوك الالعاب اللي يعني انا شريتها من صغير والله السعاده ساعتهم يا عمار مش نحكي لك ليومنا هذا طبعا
طبعا كلنا تقريبا مرينا بنفس الشيء هذا، وكلنا كانت ما يعني حاجه من الحاجات اللي تفرح فينا لما ناخذ هذاك، لما ناخذ الشقاقه ونمشي نشرب الحاجه اللي ممكن نستنوا نحن نجمعوا لها لنا فتره. طيب من وانت طفل كنت حابب تكون شيف، ولا كانت الحاجه هذه بدت في مراحل متقدمه؟ المراحل هذه ما بديش نقول لك متقدمه عمار، انا من وانا صغير من نوعي ما نحبش زي ما تقول نتاع الماكل هيك نتاع تمد لي حاجه نتاع ما نقعدش نتاع ناكل وخلاص. لا مثلا كان امي دار الدولمه، فهمتها كيف؟ انا ما خاطريش ناكل دولمه، نوض ناخذ الدولمه عمار، نطلع الرز واللحم نضربه بالدحي ونزيدها شويه دقيق نديرها ناخذ الدولمه نفسها هذيك ونحمسها ونحطها فوق الدحيه. فالمهم ندير هيك جو نتاع ما تحكليش مثلا دولمه تقولي كولها وخلاص، لا نحب بروحي نحب يعني نطيب. ما شاء الله، حتى اختراعات حاجات جديده من وانت طفل، مش بس التطيب التقليدي. من احلى الاختراعات اللي هي محمد رسول الله المفسيه. اللي هي يعني كنت مندي فيها هذه، تاخذ طماطمه خضراء هيك تشوحها شويه وتديرها على الغاز يعني بحيث انها تنحرق. بعدين عاد الله سطم شويه، بس كانت على فكره بسيطه جدا، تاع نجي نحط لها في فلفل اكحل وطماطم ونزينها، طبعا كان في جبنه مثلثات نقعد نقص فيها مربعات هيك ونزين فيها بمعدنوس، هذه كانت دائما ندير فيها يعني. جميل جميل هلبة، يعني نفهم من هيك قبل ما نسكروا شباك الطفوله ان طفولتك كانت طفوله سعيده بالمجمل. سعيده لان الاسره او البيئه اللي انا تربيت فيها كانت يا عمار أسرة متفاهمة، يعني حتى إنك أنت تتربى في بيئة راهو هو هذا أكبر دعم ليك، لما تكون بيئتك الأولية صحية وهيك تقدر تستمر، تقدر تجتاز مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة لين ما توصل. يعني أنا وصلت اليوم يعني هذا كله نتيجة البيئة الأولية اللي دفعتني وحفزتني. ممتاز جدا، طبعا نوجه تحية لكل أهلك وخاصة الوالدة اللي ممكن قاعدة عايشة، وترحموا على الوالد. سامي خليك معاي، سكرنا باب الطفولة وبعد الفاصل حنمشوا لمرحلة المراهقة وتكوين الشخصية. رجعنا من جديد بعد هالفاصل، وحنفتحوا هالمرة شباك المراهقة ومرحلة تكوين الشخصية مع الشيف سامي. مستعد؟ مستعد. طيب في مرحلة المراهقة أغلبنا مرينا باضطراب في تكوين شخصيتنا وكيف اكتشفنا ذاتنا، في اللي مر بها بسهولة وفي اللي كانت صعبة عليه شوية كيف يكتشف ذاته ويكتشف نفسه ويكون الشخصية ممكن اللي تكمل معاه ليومنا هذا. فأنت كانت المرحلة هذه سهلة عليك ولا فيها شوية صعوبة؟ تمام، مش عارف لو تسمعوا في صوت الضرب أو لا، هنا صوت احنا قاعدين في حالة حرب وكي، فمش عارف لو الصوت وصلكم أو لا. هو مش طالع الصوت، بس ربي يحميكم ويحفظكم ان شاء الله كل الناس اللي في طرابلس. الله يسلمك الله يسلمك. عمار، فترة المراهقة هي طبعا فترة صعبة جدا، راو الفترة هذه ممكن في المستقبل تقيمك او تنزلك لوطة، بالذات في الظروف اللي احنا عايشينها او في البلاد يعني اللي احنا فيها توا في الحالة هذه. فانك انت تسقل نفسك وتطلع شاب سليم او ما بيش نقوله حتى سليم 100% ضروري، ما أي حد فينا طبعاً عنده تراكمات بتكون نفسية وهيكي، أمر هذا مستحيل أنك أنت تطلع من الجو هذا بتكون كتا 100% متخلص من جميع الصدمات أو أي حاجة أنك تكون متصارح مع جميع المواضيع. فزي ما قلت لك، فترة المراهقة فترة تكوين الشخصية وكيف أنك أنت تبي تبدأ تعتمد على نفسك. الفكرة هذه يا عمار، أنا من أيامات الإعدادي كنت نشتغل طبعا في جو مستلزمات الافراح، اول ما طلعت هون جيت جامعه قبطان المحلات هادم، فكنت ناخذ في الباكوات نتاع البكلاوه وهيك، زي ما قلت لك كنت نحب الرسم ونحب خدمه الطين، فاني من انا صغير عندي قصته بالخدمه بتاعت الايدين، يعني نحب خدمه الايدين. فكنت من فتره يعني الاعدادي ناخذ في الباكوات نتاع البكلاوه ونطبق، وكان طبعا الطرف اللي يحسبوا فيه بخمسة قروش يعني تطبيقه بس يعني او اقل يعني، يعني ممكن كنت اطبق 1000 باكو على 20 جنيه او اقل، لكن بس أنا من أنا صغير فكنت نحب زي ما تقول، أنا مش قلت لك فكرة الشقاقة، فكنت نحب أن أنا نستقل يعني ماديا. فحتى فترة المراهقة لما جتني فترة المراهقة احتياجاتك طبيعي بيزيدوا يا عمار، يعني لما أنت فترة المراهقة تبدأ تشوف الشباب يلبسوا، تبي تشري مثلا تيشيرت جديد، يطلعوا يتداولوا يمشوا القهاوي،
بالضبط القهاوي، فانت تحاول تبي تعيش شبابك وفي نفس الوقت تبي تثبت نفسك. يعني انا ما نحبش من اني صغير ما نحبش اعطيني، يعني فكره امي اعطيني او لا ما نحبهاش. يعني تعودت ان كيف اني نعتمد على نفسي، كيف انا خاطري في الحاجه هذه، كيف انا نجيبها. فحتى في فتره الفتره هذه بتاعت المراهقه وكلها تعلمت نجيب، قلت لك في باكوات نخدم يا عمار، زبطت نحرك في ايدي، تعلمت خدمت حتى في محل توكات بتاع صديق خوي، فكان جايب حاويه من التوكات فانكسروا من الحراره يعني، فكنت نجيب فيهم نلصق في البلاستيك على التوكات بالسيليكون، كنت لصقت بالالافات ونعبي فيهم في الكرت. وكانت عندي هذيك ال 100 جنيه ولا 90 جنيه عمار، والله ما تجيش حتى 10,000 توا ممكن فرحتها قوي بالدنيا كلها طبعا. بالضبط، ففتره المراهقه توجهت ان هي بديت انني كيف نصقل شخصيتي، انني نكون انسان مستقل ماديا. فحتى في فتره المراهقه اللي هو زي ما قلت لك توفى الوالد، يعني فتره هذيك اللي هي بتاع كيف كملت الثانوي وخلاص يعني على باب الجامعه. الجامعه فهمت عليك. طيب الاشياء اللي ساهمت في تكوين شخصيتك، في اللي يقول لك الاصحاب، في اللي يقول لك الشارع، في اللي يقول لك الأهل، في اللي يقول لك مثلا اللي ساهم في تكوين شخصيتي مواقف قاسية مريت بها، شو اللي ساهم في تكوين شخصيتك؟ كل بساطة أمي يا عمار. الوالدة. الوالدة. الوالدة الثقة اللي تعطي فينا فيها، يعني حتى لما ندير يا عمار غلط أو حاجة تقول لي قول لي، أنت لو درت الحاجة هذه قول لي. يعني مش انت لو مثلا حتى لما انت تقول لها ما تتعاملش معي مثلا بطريقه قاسيه اللي هي الضرب او العياط او هيك، لا تقول لي اعطيني علم. يعني انا واختي علمتنا الفكره كيف يا عمار انك انت صارحني، فهمت؟ يعني هذه واحده من الحاجات اللي دعمت لي ثقتي في نفسي، انني لما ندير حاجه نتكلم نقول هذه انا درتها، حتى ولو كانت غلط انا نقول انني درتها. يعني عودتنا ان احنا نعترفوا بالشيء اللي درناه، لو كان صح او غلط ديما تكلم انت درتها، باه يقول انا درتها لو كانت صحيحه او غلط. فمن هنا تربيت انا شخصيتي انني نقول شنو في خاطري، لو نغلط نقول اني اسف. هي هذه يعني من الحاجات الاساسيه اللي كونت شخصيتي، وهي حاجه اللي كانت يعني هي امي اكبر حافز لي، واكيد اصحاب الرفقه الطيبه اكيد يا عمار أكيد لها دور طبعاً. حتى هي هذا ليش قلت لك الأصدقاء أو أشياء تانية أو الأهل. طيب أصعب حاجة في مرحلة الطفولة، حاجة صعبة عفوا مش الطفولة، لا 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 في المراهقة، في فترة المراهقة ما اللي ذكرتني شو راح أشوفك يعني هدرستنا على الألعاب وكي يا أبا. لا لا أصعب حاجة في مرحلة المراهقة، كلنا عندنا حاجات صعبة اللي هو غير وفاة الوالد. إيه الحاجات الصعبة اللي في المراهقة اللي أنا كيف نخدم ونقرأ. كنت موفق بينهم الزوز؟ والحمد لله والحمد لله، أكيد بدعم أمي وبدعم الصحاب يعني قدرت أني نوفق ما بين الزوز. عمار أنا من الحاجات الأساسية أو المقدسة في حياتي اللي هو العمل، مستحيلة أنا ما نقدرش نعيش بدون عمل يا عمار. فالإنسان يعني حتى هذه فترة الحجر كيف أنا كرستها أني أنا ندير وصفات جديدة وأني ننزلهم للناس وأني نحاول أني ما نقعدش في الحوشك يعني من غير ما ندير عمل أو ندير حاجة. فأنا كرست كل طاقتي في الفترة هذه أني أنا ننزل وصفات جديدة، نعلم الناس، افتحت زي ما نقول يا عمار نقول لك كورس راهو مفتوح، راهو لمئات الناس يعني افتحت لهم كورس مفتوح، كان يومياً مدير جدول أني ننزل وصفة جديدة وناخذ كل التعليقات ونشارك كل المشاركات على صفحتي الشخصيه، وتشارك حتى التطبيقات او التطبيق اللي هو العملي اللي هم كانوا يديروا فيه. بالضبط كحافز لهم يعني اليومين هذا يا عمار قاعد نتلقى في دعم، او انت اولهم يعني ديما تدعم فيا، وهل بقى اصدقاء يدعموا فيا سواء في السوشيال ميديا بكلامهم الطيب وبهكي يعني. فحتى انا في الفتره هذه بتاعت المراهقه المواقف الصعبه اني كيف نحاول نوفق ما بين اني نكون طالب ونكون نخدم في نفس الشيء. ما اللي يدير الخير ديما يلقى الخير سامي. طيب يعني بالمجمل قبل ما نسكروا باب المراهقة، مراهقتك تصفها ان كانت فيها شوية صعوبة باش انت وفقت مثلا في مجالك ووفقت في العائلة والظروف اللي صارت لعائلتك، بالمجمل كانت مرحلة حلوة؟
كانت مرحلة حلوة، لأن فترة المراهقة يا عمار ما طلعتش مني الطفولة، واليوم إلى هذا قاعدة موجودة داخل الطفولة. أنا ما انكرتش طفولتي أو ما حاولتش ننكر الجانب بتاع الطفولة، بالعكس حلو الجانب الطفولي فينا يا عمار، وجانب جميل، راهو جانب يعطي اللطافة، لأن لما احنا ننسوا الجانب الطفولي حتكون قاسية شخصية الطفل. يعني نحاولوا ديما ان احنا نخلوا اطفالنا او حتى المراهق تخليه يعيش طفولته مضبوطه، يعني ان هو يلعب لازم يلعب، لازم يشوف الرسوم، لازم تحطها مع صغار زي يلعب معاهم، ما تحاولش انك انت تعزله على الاطفال وهيك، لا بالعكس يا عم، جانب الطفوله قاعد اليوم فيه وجانب جميل جدا، واللقطات الطفوليه وقاعدين لليوم نحبه ان احنا نلعب مع الصغار. انا يعني لا تو عندي صغار، اختي نلعب انا وياهم، حتى نشتري لهم لعبه جديده او حوش هيك نركب معاهم ونلعب معاهم. بالعكس هذا يعطي بصمه جميله لشخصيتك لما تكون الطفوله بارزه في شخصيتك، راهو حاجه جميله جدا. فممكن فتره المراهقه الحاجه اللي كانت جميله فيها ان هي كانت طفولتي موجوده، حتى لما كبرت وخشيت للشباب مثلا المرحله هذه كانت بكل ارتياحيه وبكل لطافه وقاعده معاه بالضبط. حلو. طيب كلنا في مرحله المراهقه كان عندنا فنان مغني او موسيقي تأثرنا بأغانيه وكان عايش معنا وممكن حاضر لها اللحظة هذه، أنت في وقت ذاك الوقت من كان فنانك المفضل أو الشخص اللي ديما تسمع له؟ أنا طبعا استغرب شوية، أنا تقليدي شوية، فبحكم أن الوالدي زي ما قلت لك يعني فنان وعمي، أنا من عشاق أسماء يعني عمار، يعني بدأت أغنيتها يا بدع الورد وكي، فحتى يعني كنت ديما نميل للجانب الكلاسيكي أكثر في الأغاني. فممكن يعني الأغاني الحديثة أو هيك، فكانت يعني مثلاً فوق لو مثلاً طالعين رحلة أو حاجة نستمتع بهم في الراديو، لكن كأنني كنسمع هيك يعني هلبة هلبة يعني كفنان، وكل فترة المراهقة هذه ما كانتش عندي هلبة، فكنت دائماً حب نسمع الكلاسيكي يعني هيك هلبة. حتى حكم يعني الوالد كان يعني العشية في عنا زاوية مقدسة في الصالون اللي هي محطوط فيها العود وفي جنبها المسجل ويبدو الكاسيتات محطوطات الله بالضبط، فكان يفتح ديما في الأغاني لنوري كمال ولأحمد سامي، فهو طبعا كان صديق هلبة أحمد سامي، فكنت يعني الفن القديم يوميا يا عمار في الحوش، يعني كل عشية سواء في صيفية ولا في شتاء تبدأ تنحط هذيك صفيرة الشاي معها الحلو شين يعديه، فكانت الأغاني موجودة، يعني كانت الفقرة هذه من الحوش كانت ديما موجودة. ممتاز جدا سامي، استمتعنا إلى هذا الجزء من حلقة اليوم. حنطلع فاصل أخير باش بعدها نفتح باب المستقبل ونطرح فيه حاجات افتراضية، خليك معنا. ورجعنا بعد الفاصل وحننتقله مع الشيف سامي لآخر شباك، وهو شباك المستقبل، حنطرح فيه أسئلة افتراضية هو حيجاوب عليها لو صار الشيء هذا أو لو كان في حدث هذا شن حتكون ردة فعله. مستعد سامي؟ مستعد يا عمك. طيب هل ممكن لو تزوجت تمام تكون أنت الطباخ الأساسي ومش زوجتك؟ تمام عمار، أنا يعني نيتو في الماكلة طبعا من توا، يعني أنا ندير في بوفيهات مرات يا عمار والله لمية ومية وخمسين شخص، يعني تمام تاع غديره، يعني يبدا البوفيه مشكل يا عمار من كل الاصناف، يعني نروح مرات والله نتغدى في مبكوك من يديات امي يعني. فاني مش من الناس راهو اللي تحب ماكلتها هلبه، يعني ممكن نروح مثلا نلقى حد خبزه ودحي عندي خير من البوفيه، عرفتها ان حد مطيب لي، ممكن اني نشارك نشارك زوجتي. بس تحب تاكل من حد ثاني من يد ثانيه بالضبط، يعني في الأخير إنسان يعني يبي يروح يبي يستريح في الحوش، فهذيك يعني هيك جمالية المنزل أو الأسرة، إن الأب حلو إن الإنسان يشارك في إنه هو يكون يشارك زوجته، يشارك مش عيب بالعكس حاجة جميلة جدا. عندنا هلبة أصدقائي أبهاتهم والله اليومنا هذا هم اللي طيبين، لكن حتى حلو إنك أنت تعطي لزوجتك مساحتها في الكوزينة، استقلاليتها ما هي اللي طيب، يعني هيك يعني حلوة المشاركة. طيب طيب هل ممكن على خاطر الحب أو الزوجة المستقبلية توقف المهنة هذه مثلا، هي قالت لك ما عادش نبيك تمتهن المهنة هذه؟ بالعكس أو طلبت منك تتجه لمجال آخر؟
بالضبط. هو عمار اللي الشخص اللي بيحب مثلا سامي الجزيري او بيتعلق بي فهو راح يحب ماكلتي، لان الماكله جزء من شخصيتي، فهو لما حيحب الماكله ويحب لما يحبني انا حيحب الماكله ويحب الجانب هذا، فمستحيل انه هو يقدر يشوف لي من غير انني نكون ناجح في المجال هذا. طيب في المستقبل تبادلت الادوار والواجبات بين المراه والراجل في كل شيء، حيضايقك الشيء هذا ولا تشوف فيه عادي يعني؟ بالضبط، لان عمار انا بالنسبه لي انا ما فيش ثوابت في عمل المنزل او في اي عامل او اي عمل حياتي، يعني ان المراه زي ما نعرف نص المجتمع، فنفس الشيء هي في الكوجينة، هي في الحوش، هي في الأسرة، هي في العمل. يعني بالنسبة لي أنا ما عنديش أي مشكلة أن المرأة تقود، المرأة سايقة الطيارة عنا في ليبيا، المرأة دارت هلبة حاجات كبيرة، المرأة هي الشيف، المرأة طبعا في كل شيء يا عمار. يعني ما نشوفش أن المرأة تاخذ دور الرجل أو الرجل ياخذ دور المرأة، بالعكس نشوف فيها كفة متساوية وهي مفتوحة للطرفين سواء الرجل أو المرأة، بس اللي بيفرق هو شغلك ومهنيتك وشن أنت شن قدمت وشن أنت تميزت في الحاجة هذه. طيب هل تشوف أن مهنة الشيف أو الطباخ من المهن اللي حتستمر للأبد أو لفترة طويلة؟ لأن بدينا نشوفه في وقتنا الحالي في بعض المهن خلاص بدأ العالم يستغنى عليها بحكم تطور التكنولوجيا والمجتمع، فتشوف في مهنة الطبخ أن هي حتستمر للأبد ولعمر طويل، ولا ممكن في يوم الأيامات يستغنوا عليها مهنة الشيف؟ تمام. مهنة الطبخ يا عمار تختلف عن المهن الحرفية اللي يستعملوا فيها باليدين، يعني تختلف مثلا عن نحاس أو تختلف على خدمة السعف أو أي عمل ثاني يدوي. الخدمة هذه يا عمار أي إنسان فينا بينوت كل يوم بيحتاج إنه هو يبي يفطر، يحتاج إنه هو يتغدى، وبيحتاج إنه هو يبي يتعشى. فنفس الشيء طبيعة الإنسان إنه هو يقلق أو يمل، يحتاج ديما للتجديد سواء في سفرته أو في أكله متاعه. فأني نتوقع مش نتوقع حاجة أكيدة إن المهنة هذه راح تستمر وراح تتطور أكثر بالذات في بلادنا إحنا يعني العربية أو الليبية بصفة عامة. بالعكس أنا نشوف في مستقبل مبهر ونشوف في حاجات حتكون أعلى وأكثر وأكثر في مستوى الطبخ في ليبيا أو في العالم ككل، لأن بدي المطابخ العالمية كلها مفتوحة على بعضها. يعني ممكن نفتح اليوتيوب تو نجيب الأكلة الشعبية في سنغافورة أو في أي مكان نطبقها في الحوش، ونقدر حتى مثلا نستخدم المعايير متاع بلادي، مثلا بطيب أكل هندي ما فيش مشكلة، في هلبة عندنا يطيبوا في التشيكن مسالة أو هلبة أكل هندي بالضبط، نقدر نخفف أني في الحرورية متاعها يعني الفلفل الأحمر والحاجات هذه، فأصبح المطبخ الهندي موجود عندنا يعني في ليبيا حتى في شهر رمضان أي وجه. فنشوف أن في انفتاح وفي هلبة، يعني المهنة هذه في تطور مبهر، يعني إن شاء الله إحنا نلحق ونكون مواكبين للمهنة هذه مش حتى تندثر يا عمار. سامي كيف تشوف في مستقبل المطبخ الليبي؟ هل تشوفي إن هو بادي شوية يفقد في أصالته، ولا تشوفي حيحافظ رغم زي ما قلنا التكنولوجيا اللي خلتنا زي ما حكيت قبل شوية يخشوا أطباق جديدة ويعبوا السفرة الليبية من كنات تانية؟ تشوف المطبخ الليبي حيحافظ على أصالته في المستقبل حتى البعيد؟ تمام، سؤال جميل. عمار المطبخ الليبي زي ما نعرفوه راه هو مزيج الحضارات أو مشكل، يعني عندنا المطبخ الليبي وحتى تلقى أنه وجبة تلقاها في أكثر من منطقة في أكثر من مكان ومختلفة، يعني حتى في طريقة تقديمها أو في يعني فعنا تنوع كبير. يعني شوف هي وجبة واحدة بس في كل منطقة تندار، يعني توزيع عندك زي الفتات الجبالي يختلف على الفتات في الجنوب، فهم كيف؟ وحتى المترودة مثلا المترودة في البيضة عكس في بنغازي، فتلقى أن في اختلاف، يعني أن وجبات تختلف في بلادنا. فنين نشوف أن مستقبل المطبخ الليبي مطبخ غني، بس محتاج الناس اللي هي تطلع، يعني محتاج أنه هو يبان، يعني إحنا محتاجين إحنا نبينه مطبخنا الليبي. يعني عندنا هلبة يا عمار لو جي أنت تشوف غير البصلة بس، يعني نلقوا عندنا قريب 4 ولا 5 حاجات في البصلة، فهمت كيف؟ يعني والرقيق ما شاء الله، يعني قاعدين كل يوم في الزايد الرقيق. يعني طيب أنت قلت إن مطبخنا متنوع وغني، طيب ليش مش زي باقي المطابخ الثانية؟ وخلينا ما نمشوش بعيد، المطبخ المغربي مثلا صيتة طالع أكثر من المطبخ الليبي، المطبخ المصري ايضا ممكن طالع اكثر من المطبخ الليبي، حتى بالاشياء البسيطه زي الفول والطعميه وهيك واحد وكذا، بس ليش المطبخنا الليبي اللي هو غني زي ما قلت
ومروا علينا هلبة ثقافات وحضارات، ليش ما اخدوش من المطبخ الليبي؟ ليش مش معروف برا ليبيا؟ هذا عمار الدور يعتمد على ليبيا. أمتى انعرفت للعالم؟ ليبيا انعرفت للعالم لما قامت ثورة 17 فبراير، يعني بس سمعنا بليبيا، فما كانتش يعني ما كانش في إعلام يبين أو ليبيا باش يعني يبين في الصورة متاعت ليبيا أو يبان تبان مثلا ماكلة ليبيا للعالم، فهمتها كيف؟ هذا تو أنا نعتبر فيه مسؤولية لي أنا ولأي شخص تاني إنه هو يطلع للسوشيال ميديا أو هيكي إنه هو كيف يطلع ماكلة. طبعا ما شاء الله توا يا عمار القنوات بدت متعدده جدا، في عندنا هلبا كوادر ليبيه بده يطلعوا وما شاء الله يبدعوا يا عمار في الاكل الليبي. فانا بس المطبخ الليبي محتاج ان هو ياخذ وقته بس ان هو يبان للعالم. يعني الحمد لله في انفتاح جدا على العالم، بدينا نبينه بدينا نطلعوا، بس محتاجين فتره من الزمن ومحتاجين كوادر تطلع المطبخ الليبي بطريقته المضبوطه في الوقت المضبوط بالطريقة المضبوطة. كويس، يعني ماشيين كويس. حنمشي معاك لآخر سؤال مستقبلي. بيسلموك واحدة من الوزارات في ليبيا، أي وزارة حتختار؟ هو ضروري السؤال هذا يعني. لا لازم منا. هذا آخر سؤال اليوم، يعني خلال الوزارة. إيه أنت مش من الناس مثلاً اللي ممكن طامع في منصب، ولكن حطيت في أمر الواقع وكان رئيس الوزارة في ذاك الوقت أحد أصدقائك وبيسلمك واحدة من الوزارات، شو بتختار؟ ممكن وزارة الثقافة يا عمار. ثقافة، حتى محمد جنبي قال الثقافة. ممكن وزارة الثقافة أو السياحة؟ لا السفر والسياحة يا عمار. لا الثقافة هلبة، نحن محتاجين ان احنا نثقفوا كمجتمع ونصلحوا من ثقافتنا ومن بيئتنا، بعدين بعد ما تتصلح المجتمع وتكون عندنا دراية كاملة بثقافتنا نقدر هنا نستقبلوا السياح او تقدر انك تتوجه للسياح. لكن كنقطة اولى محتاجين ان احنا نوسعوا ثقافتنا، نتعرفوا على بلادنا. يعني احنا محتاجين نتعرفوا على البلاد اكثر، محتاجين نشوفوا ثقافتنا، نحسنوا من أنفسنا. فممكن لو جتني يوم من الأيامات وزارة حتكون نتمنى أن هي تكون وزارة الثقافة. ثقافة. سامي جزيري الشيف، شكرا لك على قبولك الدعوة، استمتعنا بالحوار والشبابيك اللي فتحناها معك وتعرفنا أكثر على شخصيتك الجميلة. نشكرك ونتمنى لك الاستمرارية الدائمة والنجاح. الله يسلمك عمار، شكرا لك على الاستضافة الجميلة وشكرا على الأسئلة صراحة اللطيفة. نشكرك ونشكر كل الكادر اللي معاك اللي خلف الكاميرا وهيك، نحب نشكرهم على الاستضافة هذه يا عمار، فرصة حق يعني نشكرك عليها جميلة واستضافتك لي. طبعا أنت يا عمار صديق وأخ من قبل حتى يعني ما تكون يعني مقابلة وهيك. شكرا لكم مرة ثانية وبارك الله فيكم، إن شاء الله كل عام حيين، إن شاء الله ربي يحفظ البلاد ويهدي العباد يا ربي، إن شاء الله نشوف البلاد خير وخير. شكرا، شكرا مرة جديدة، شكرا لك. طبعا نشكر أيضا منتج الحلقة محمد حفيدة، زميل حفيدة اللي كان أرافقنا فيها. ووصلنا لنهاية الحلقة، حنفكروا شبابيك سامي الجزيري، ولكن أكيد شباك ديما حيقعد مفتوح للإبداع. شكرا لكم على حسن المتابعة.